الفرنسية تجمع منتخبي فرنسا ومقدونيا إلى الميليه للدفاع على طرف 14 من الفم كامافينغا حط كورة نصر مبوكو يبعث لأنتوفسكي وتامين السار أولى الكرات للمنتخب الفرنسي غويري خطيرة كورة أولى الكرات وإمكانية افتتاح التسجيل في توقيت مبكر في كورة من سوفيان ديوب ضربة في القاب الخطورة منذ الثواني الأولى فريق أولمبيك مارسيليا في انتقالات هذه الصيفة تمشي كورة لمحمد قبل التدخل في الدفاع المقدوني أمين غويري تعدي كورة نتابع أولى يعني كأساسيين انطلاقا من ميليه قلت في ليدز إمكانية الانطلاق في بداية الهجوم للمنتخب الفرنسي في كرة من سوفيان ديوب عرضية وراسية مبوكو متمركز في القائمة الثانية نظرا لمبوكو انتقلت من اليسار هذه كرة من سوفيان ديوب تجاوز كو حوزته كرة مبوكو متابع من جانب أربين فولانسي انطلاقا من ادواردو كامافينغا كامافينغا لميل فامبار أرمينيا كذلك وجزر الفارو ترجع كورة بوسينوفسكي أعتقد إدواردو كامافينغا وكاكري تدخل قوي وبطاقة أولى يستعمل الحكم الإسطوري يوري فريشر نوات للمنتخب الأول في يستعيد المنتخب الفرنسي إدواردو كامافينغا لمحمد علي الشو سونس كاكري أمين غويري يتعدى صوفيا دياب ممكن يصوب غويري والدفاع ترويض لم يكن موفق هذه المرة من ناثان مبوكو وهناك خطأ رغم أنه تأخر في رفع الراية ممكن المساعد انتظر قرار الحكم الرئيسي يوري فريتلاندا وكازاخستان بداية هجوم كامافينغا يتجاوز أربين فوشا يفقد توازنه يخسر الكرة ترجع لمصلحة المنتخب المقدوني تامين التغطية من صليبا مبوكو مبوكو أمام فيليب بانتوفسكي يحاول يعدي النظر مبوكو ينجح في العرضية والقائم الأول موجود دافيد دانكوفسكي يعاد كتل دفاعي من جانب منتخب مقدونيا الاختراق من خلال التمريرات القصيرة دياب دياب لكالولو أو مبوكو أو يرتكب الخطأ مخالفة ضد لميل فامبار التوزيع من بار والهدف الأول الهدف الأول تجاوزت كورة ناثان مبوكو أخيرا الحل ناثان مبوكو في أول مباراة ليه يتمكن من افتتاح التسجيل للمنتخب الفرنسي انتظرنا مطلع الدقيقة 23 تواصل الضغط منذ او ادماردو كامافينغا بين مدافعين يبعث على فوشا وتانكولوف سوفيان دياب الواحد اثنين عدات غويري غويري قوية كورة غويري بداخل الرجل بحث عن الزاوية كاكري انطلاقة غويري عطي كورة غويري محمد علي الشو وتألق دانكوفسكي مباغتة باليسار من كازات لارسنال متابعة ذي كورة دايوخ محمد علي الشو يستفيد من ضربة ركنية التنفيذ من غويري ترجع بالراس وهجوم مرتد يقوده سوفيان دياب لغويري ممكن الثانية ثابتة ومرة أخرى دينكر التوزيع من بار محمد علي الشو أسبق منه جيوركوفسكي كامافينغا يمتاز بمثل تمشي كورة لمحمد علي الشو تسرع في هذه كورة سوفيان دياب مع إدواردو كامافينغا غويري لناثان مبوكو انطلاق بكورة جورجي يانكولوف تنفيذ ثنائي بين غويري وماكسوس كاكري انطلاقات من فامبار لسوفيان دياب عرضية كورة ترجع من الدفاع ترجع كورة بين واباد ياشيل إدواردو كامافينغا بين كورة ممتازة من محمد علي الشو شرطا بحكم الاستضافة تسع منتخبات دولة كورة
تونتي من صليبا وبنوا بادياشيل في ركنيه نفذها من قويري تصويب امام الضغط في وسط الملعب تتعدى كوره محمد علي الشو وتدخل دينكوفسكي محمد علي الشو مع سوفيان دياب وإصابة لدافيد دينكوفسكي بعد استدابه الأخير من جانب المنتخب المقدوني هذه كرة وتدخل من جيوركوفسكي أمام إدواردو كامافينغا والمباراة مع المنتخب الفرنسي لاعب فريق رانس عرضية كرة خطيرة كرة التصويب مرة أخرى ناثانيال مبوكو قريب من إضافة الهدف الثالث قوية فوق العارضة إدواردو كامافينغا كامافينغا يبحث عن الثغرة للتصويب التصويب والهدف الثاني إدواردو كامافينغا يمضي أولى أهدافه مع المنتخب الفرنسي في خامس مباراة ليه متوسط الميدان المنتشي بانتقاله لواحد من أكبر الأندية العالمية فريق ريال مدريد منذ أيام إدواردو كامافينغا في اليورو الأخير وإدراك ربع النهائي تخرج كرة من الدفاع المقدوني تعود فرنسية غويري 76 بنظام الذهاب والإياب نتابع هذه الكرة لمحمد سوفيان دياب أمين غويري واضح أن المنتخب الفرنسي وصل الذخيرة كرة من ميتودي ماكسيموف محمد علي الشو مرة أخرى دينكوفسكي الامتياز تقريبا الوحيد من جانب المنتخب المقدوني يبقى حارسه تقل لو يصنع الخطورة يتعدى ناثانيال مبوكو شال القائم الأول غويري وسوفيان ديار يعود ميل فابار سوفيان دياب هل يصمد الموف يخسر الكرة لبيير كالولو خطيرة كرة التصويب التصويب محمد علي الشو محمد علي الشو شي نعم وأول المتوجين كالمنتخب اليوغوسلافي هذه كرة من ميل فامبار لسوفيان دياب يحط كرة خطيرة كرة غويري ماذا كالم ويندو وصوب غويري والدفاع موجود بوزينوفسكي 20 دقيقة قبل نهاية الوقت لكن في عزلة إلى حد الآن رجعت كرة من دينكوفسكي كرة كالم ويندو كانت تواصل العملية كالولو مازال الدفاع موجود هجوم واكس ممكن الثالث الهدف الثالث ممكن بالفعل والهدف الثالث بيير كالولو بيير كالولو الظهير الأيمن لمنتخب فرنسا وفريق ميلان الإيطالي كانت فيه الإمكانية للمنتخب المقدوني قلت المرة الأولى اللي شاهدنا منتخب مقدونيا في منتصف ملعب فرنسا قطعت كورة وتحولت إلى هجوم خاطف قاده بيير